قشور البطيخ والنشا النهاردة هنعمل وصفة معجزة. بتعاني من غمقان، بتعاني من اسمرار، حتى لو كان سواد السنين هتبهري زوجك، هتخلصي تماما من الاسمرار. حتى لو موجود في المناطق الحساسة، جسمك هيبقى أبيض زي القشطة، فلة شمعة منورة. كمان هتخلصي من القشر والجلد الميت المتراكم على جسمك. تقدر تستخدميها على وجهك، تقدر تستخدميها على الركب، الأكواع، المناطق الحساسة. جسمك كله هيبقى منور وتحدي. عايزاكم تجربوا الوصفة دي، وتعالوا اكتبوا رأيكم في التعليقات يا حبايب قلبي. مستنية كل آرائكم وتعليقاتكم إن شاء الله. أول حاجة عايزاكم تعملوا لايك سبسكرايب، ولو انتوا اول مرة تشاهدوني فما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات المحببة جدا على قلبي، هي 2 في 1. اول حاجة كمقشر، تاني حاجة كمبيض. هتغنيكي عن الكريمات اللي بقت دلوقتي اسعارها عجيبة. كمان بقت كريمات للأسف الشديد ان الشركات عايزة تكسب، فبقوا يحطوا مواد بترولية في المكونات، ومواد كمان بتسبب الكانسر زي البرامين اللي بيبقوا شاكين فيه وبيقولوا بسبب مشاكل خطيرة جدا على الصحة. النهاردة هنعمل كريم في البيت، وصفة سهلة وبسيطة هتشيل معاكي خلايا الجلد الميت المتراكم والموجودة اكتر على اماكن الركب والاكواع اللي بتكون خشنة جدا. وصفة هتنعم جسمك، هتخلي جسمك عامل زي البيبيهات. تقدر تستخدميها للوجه وللجسم والمناطق الحساسة والركب والاكواع. هدية مني لكل عروسة مقبلة على الزواج، عايزة وصفة ما تدفعش فيها فلوس كتير وتجيب معاك النتيجة من اول مرة. عايزاكم تركزوا في خطوات الوصفة وكمان طريقة الاستخدام. اول حاجة هعملها، هنجيب معايا قشور البطيخ. قشر البطيخ ده من الحاجات الكنوز اللي اوعى ترميها، حاجة مهمة جدا، مهمة جدا 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 للبشرة. هجيب قشر البطيخ زي ما انتوا شايفين، بس لو تلاحظي كده ان قشر البطيخ مش اصفر كله، بسيب طبقة صغيرة من الاحمر، يعني حاجة بسيطة جدا جدا، وهقولك ليه. دي اول خطوة معايا انا هعملها، الخطوة الاولى كمقشر، والخطوة التانية اللي بعد كده هي كريم التفتيح. طيب دلوقتي انا جبت القشر البطيخ. تاني مكون معايا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي هو السكر. يفضل يكون سكر متوسط الخشونة، يعني ولا سكر خشن قوي ولا سكر ناعم قوي. طيب لو عندي سكر خشن هعمل ايه؟ هاخده كده في المفرمة بتاعتي او الكبة، وهطحنه طحنة خفيفة كده على اساس يبقى الحبيبات صغيرة بتاعته. طيب انا هاخده كده، للأسف انا مش متوفر عندي اللي هو متوسط الخشونة، فانا عندي الخشن شوية، بس هوريكم الطريقة عشان تبقوا عارفين الطريقة ازاي. شايفين؟ اخدت نص معلقة صغيرة كده وهبدأ احطها على القشر، وبعدين بايديا الاتنين هبدأ ادوس كده على اساس ان القشور تمتص السكر بتاعي، عشان لما ابدأ اجي احطها ووزعها على الجسم، الجسم يستفاد من السكراب بتاعي او المقشر. المقشر ده من المقشرات الهيلة الهيلة، ونتيجتها بتبان معانا من اول مرة. طيب هعمل ايه اول خطوة معايا؟ هاخد ايديا كده او الحتة اللي انا عايزة افتح فيها واشيل منها طبقة الجلد الميتة، يفضل ان انا اخد شاور الاول مية دافية، لان المية الدافية بتفتح المسام. وبعد كده والجسم مندي هاخد المقشر ده وابدأ بتوزيعه بالشكل ده كده بحركات دائرية لطيفة، مع التركيز على الاماكن اللي فيها خشونة. يعني انا عندي عقل الاصبع هنا مثلا فيها خشونة، هبدأ اركز فيها بحركات دائرية كده يا بنات خفيفة. طبعا لو انا هستعمل قشور البطيخ للجسم كله، اول ما هلاحظ ان السكر بدأ يختفي من قشور البطيخ بحط كمية سكر تانية، بس اهم حاجة بالراحة علشان الجلد ما يلتهبش لمدة 2 دقيقة كده. بصوا
حاجة تحفة تحفة تحفة. ليه انا قلت لكم لازم يكون فيها احمر شوية؟ عشان تبقى فايدة البطيخ تنزل في جسمنا. احنا كده فتحنا المسام وبنقشر، المية بقى الموجودة في قشر البطيخ تبدأ تخش كده الجلد وهو بيتقشر. طب دلوقتي احنا قشرنا جسمنا، هعمل ايه؟ هبدأ اشطف ايديا كده بالمية الفاترة معايا، مية الفاترة معايا، وهبدأ اعمل الخطوة رقم 2 وهي كريم التفتيح. هجيب جزء تاني من قشور البطيخ زي ما انتوا شايفين كده، غير الحتة اللي احنا عملنا فيها المقشر، حتة تكون نظيفة، وهبدأ كده اخدها واجيب شوية مية ورد، مية زهر بسيطة بسيطة جدا 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 يا بنات، وهبدأ بتوزيعها كده اهو على مية البطيخ. مية الزهر من الحاجات اللي بتدي نضارة، وكمان بتفتح البشرة مع الاستخدام، بتديكي نضارة بشكل تحفة. طيب دلوقتي بعد ما حطينا المية دي، مية الورد، بس وانتي راح تشتريها مية الورد بتاعت الاكل، بلاش المية اللي هي بتاعت التجميل، لان بيكون فيها نسبة من الكحول، والكحول بيسبب الغمقان. بعد كده هاخد كورن فلاور او نشا الذرة اهو، وهبدأ بتوزيعها كده. ليه بقول النشا الذرة مهم؟ نشا الذرة بيعتبر كأنه بوتوكس طبيعي، بيعتبر كأنه وابدأ بتوزيعها بإيديا كده عشان تتناغم مع البطيخ ومية الورد. نشا الذرة بيعتبر بوتوكس طبيعي، بيفرد البشرة ويشد التجاعيد، وكمان من الحاجات المبيضة جدا جدا، خصوصا لو بتتعرضي كتير لإشعة الشمس، حصل معاكي تصبغات بقع، هيبقى مهم جدا ان انت تستعملي نشا الذرة. لو هتلاحظي كمان ان في كريمات كتيرة دلوقتي بدأوا شركات التجميل يستخدموا فيها نشا الذرة. بصوا، نشا الذرة دلوقتي بقى منسجم مع البطيخ، وهو ده اللي انا عايزاه. هبدأ اخد ده بقى كده وابدأ اوزعه على الجسم وعلى البشرة. طبعا التقشير نقدر نستخدمه على الجسم فقط. لو بشرتك حساسة برضو، للأمانة أنا أقدر أقولك، لو بشرتك حساسة بلاش تستخدميه على الوجه على طول، عشان ممكن يسببلك ظهور الحبوب. فالخطوة دي للوجه وللجسم، ده كريم مبيض. هتبدأي توزعيه كده أهو بالضغط على شور البطيخ أهو، شايفين المنظر ده كده اهو، لمدة دقيقتين. عايزة بس ايه، اركز على الاماكن اللي فيها تصبغات وبقع، واتركها على البشرة بعد كده اهو، اسيبها على البشرة لمدة 15 دقيقة. هتلاحظي بعد كده ان بشرتك بدأت تنشف شوية، وهو ده المطلوب. هغسل البشرة بمية دافية، وبعدين هقفل المسام بالمية العادية خالص بتاعت الصنبور او الحنفية. الخطوة اللي بعد كده هتستخدمي اي كريم مرطب يكون انت متأكدة منه، ويكون يعني مفيد جدا لبشرتك. في كريمات كتيرة قوي مرطبة، اهمها كريم بيبانسين، ده انا من الحاجات اللي بعشقها بصراحة لجسمي، وهوريكي شكله اهو. بيبانسين ده البنسينول، ده بستخدمه للجسم. في بقى منه البيبنسين خفيف شوية، بستخدمه على الوجه. تمام، دي حقيقي من الحاجات اللي هتشكريني عليها جدا. المقشر هيستخدميه مرة واحدة بس كل اسبوع، انما كريم التفتيح اللي احنا اتكلمنا عنه ده تقدر تستخدميه 3 مرات في اليوم. 3 مرات اسفة، في الاسبوع 3 مرات في الاسبوع. اهم حاجة الترطيب، انك ترطبي جسمك او ترطبي بشرتك بعد استعمال الوصفة. وطبعا اهم حاجة كمان انك تشربي كمية كبيرة من المية، وتفرجي على جمال ونضارة بشرتك. عايزاكي تجربيها وتيجي بقى تكتبيلي وتدعيلي بقى في التعليقات. شاري الفيديو مع اصحابك، لو صاحبتك عروسة مقبلة على الزواج فالوصفة دي اكيد هتفيدها جدا. انشري لها الفيديو وشاريه بقى في جروبات اللي انت مشتركة فيها، وعلى صفحاتك الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. اشوفكم يا حبايبي ان شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديد.